الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم الجمع الكريم في مثل هذه المناسبة يصعب اللسان استنقاء الكلمات التي تليق بمثل هذه الفاجعة وهذه الفاجعة حزت كل نفوس المسلمين أينما كانوا ليس في العراق فقط وإنما في كل بقاع الأرض لأنه مثل هذه الحالة غير مألوفة للمسلمين بل وللإنسانية كلها أينما كان فنقول لشهدائنا الأبرار ولأسر الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون أشكر الإخوة في مسجد البشير لدعوتهم لنا للمشاركة في هذه الأمسية كنا نتمنى أن يكون هذه الأمسية أمسية أدبية أمسية اجتماعية أمسية دينية عادية أو أي كانت ولكن شاء الله وأراد كان أن نلتقي في مثل هذه المناسبة وهي لنعبر عما يدور وما حصل في مجتمعنا الأبي مجتمع العراق الشقيق والحمد لله كنا ضيوف في العراق لفترة طويلة وواحد يقولها مخلصا ليس تملقا ولا مهاباة ولا كل شيء وإنما عشنا فيه كجزء لا يتجزأ من وطننا السوداني الأبي من كرم الضيافة وصدق الأخاء والتعامل والمحبة ولكن الذي حصل إنها لفعل إجرامي بمعنى الكلمة لا يرضاها أي إنسان كائنا من يكون حتى إن لم يمارس أي دين لا يقبل بمثل هذا الذي حصل فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تقبل أرواحهم قبولا حسنا وأرزقهم الجنة التي وعد بها عبادك الصالحين بقلوب ملؤه مليء بالحزن والمواساة أتقدم إليكم باسمي ونيابة من إخوتكم في البيت السوداني الأمريكي بأريزونا بأحر التعازي والمواساة لما ألم بأهلنا وإخوتنا شيوخا وشبابا ونساء وأطفالا في منطقة الكرادة فنقول لهم جميعا إنا لله وإنا إليه راجعون ولزويهم الصبر وحسن العزاء جزاكم الله أنه كل خير تبتم مساء ودمتم بخير نسأل الله تعالى أن يكون آخر المآسات نسأل الله تعالى أن يكون آخر الفاجعات جزاكم الله عنا خير على هذه الدعوة وربنا يلزم الصبر إن شاء الله جميعا شكرا جزيلا